في العام 1982 وقبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء، رفضت إسرائيل أن تنسحب من وادي طابة و13 علامة أخرى، لتبدأ مصر تشكيل لجنة قومية لاستعادة طابة وكل العلامات الحدودية. شكلت اللجنة القومية طابة من حوالي 20 واحد تقريباً، حط فيه أساتذة قانون، وحط فيه أساتذة جغرافيا، وحط فيه أساتذة تاريخ. كان هذا الوفد محترفاً وحرفياً ومهنياً، وكان يرأسه شخصية قانونية أجلها وأحترمها، وهو الدكتور نبيل العربي. أسند هذا الدور للسفير الدكتور نبيل العربي أياميها، وهو بيجمع بين الخبرة الدبلوماسية وخبرة قانونية. كان هو ممثل الحكومة الإيجنت، وقد عمل ببراعة كبيرة في أن يمنع عن الوفد الضغوط السياسية وما إلى ذلك. كل واحد في الفريق كان مستعد يبذل كل جهده، ما حدش كان بيفكر في نفسه، كان كل التفكير فيه كيف نكسب القضية. أولا كنا عاوزين نجيب عدد من المصريين، وبعدين التجأنا لأجانب عندهم خبرات معينة. جبنا واحد كان مستشار قانوني للخارجية البريطانية. سير إين سينكلير كانت له خبرة واسعة، وكنا نفتقد كثيرا للمستندات، فاستطاع مع الدكتور يونان لبيب رزق أن يحصل على عدد كبير هائل من الوثائق من ملفات الحكومة البريطانية. ابن واحد كان من أكبر الأساتذة اللي موجودين عندهم، ديريك باوت، معروف عنه أنه هو أحسن من يتكلم أمام المحكمة. كنت أحترمه جداً، فقد ترافعت معه في بعض القضايا وضده في بعض القضايا الأخرى، وقدرت قدرته ومهارته الشديدة، خصوصاً في تقديم الأدلة وفي استجواب الشهود. كنا بنجيب بروفيسور باوت بعد ما بيخلص شغله في إنجلترا في لندن، بيجي في آخر طيارة لجنيف، وبنعمل اجتماعات سواء كانت في البعثة المصرية في جنيف أو كان بيستضيفها الدكتور جورج أبي صعب في بيته في مدينة مونترو في جنيف. مصري مقيم في جنيف بقاله 40-50 سنة، تم استدعائه ويبقى ضمن اللجنة القومية لأن عنده خبرة في قضايا الحدود. كلمنا الدكتور بطرس فقال لي لازم تجي مصر على طول بأسرع ما يمكن. كنت فخور جدا باشتراكي في هذه القضية، على أساس أني أعمل في الخارج، ولكن كان دايما أفكاري وشعوري مرتبطة بمصر، وكانت هذه مناسبة جيدة للمساهمة بقدر قليل في قضية وطنية هامة. في 23 من شهر يناير في العام 1906، وقعت مناوشات بين القوات البريطانية المحتلة لمصر تحت مسمى الحماية، وبين الدولة العثمانية التي كانت مصر جزءاً سورياً منها. تصاعد الخلاف في منطقة طابة عندما حاولت سفينة بريطانية الرسو على شاطئها فمنعتها القوات العثمانية، ما أسفر في نهاية الأمر على ترسيم الحدود بين مصر تحت الحماية البريطانية وفلسطين تحت الحكم العثماني. حدودنا معمولة من سنة 1906 لما كانت مصر جزء من الإمبراطورية العثمانية، ثم حصلت على استقلال ذاتي وبقى لها حاكم خاص بها، واتعملت خريطة سنة 1906 بتقول أدي حدود مصر. إلى فين ينسحب إسرائيل؟ خلف خط فين خط الحدود؟ عندنا تسجيل رسمي بمعاهدة اسمها 1906 بتقول أن الحدود الشرقية لمصر هي الخط ده، ووقعت سنة 1906. تلك الحدود صارت مسألة هامة عندما بدأ الخلاف على الحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل بغرض الانسحاب الكامل من سيناء. كان على مصر أن تحدد موقفها من تلك الاتفاقية، أن تبني عليها حججها أو تستبعدها. بالنسبة لهم 1906 كانت مهمة، بالنسبة لنا كانت مهمة كمان. أولاً حول بالنسبة لنا احنا 1906 ما كانش في إسرائيل، فنديهم يعني
مكافأة، عاوزين يوروا إن عندهم حق سابق. كان لازم إن إحنا نقطع العلاقة بينهم وبين 1906. Egypt needed Israel to concede sovereignty over the area in dispute. Egypt's position in that regard was inflexible. And Israel did not want to concede sovereignty. They wanted to have an argument that during the Turkish period, a border had been agreed that should be regarded as the international border. هل اتفاقية سنة 1906 لا زالت هي المرجع في تحديد هذه الحدود أم هي العلامات التي وجدت والتي كانت موجودة وقت استقلال مصر ووقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ نظريتنا كانت وأنا أصريت عليها هي أن الحدود هي قد تجسدت في العلامات. الموضوع ده خد أيام وشهور، ويعني في وقت من أوقات الإنجليز الاثنين الموجود معاها كان ما عندهمش مانع إشارة إلى 1906. إحنا وقفنا فيها، لم تكن هناك دولة تسمى إسرائيل 1906، فنديها حق إلينا نتكلم عن 1906. ديريك باوت هو أيضا ابتدى بأنه يتكلم عن اتفاقية 1906، واضطريت أن أشرح له أنه إحنا نحاول الابتعاد عن اتفاقية 1906 ونركز على أن الحدود تبلورت وتركزت في الأعمدة وأصبحت هي اللي تجسد الحدود في الفترة الحرجة اللي هي فترة الانتداب على فلسطين. وذكرت لهم النظرية في القانون الدولي اللي هي نظرية نضوج الحدود، أن الحدود تبدأ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي توزيع السيادة على مناطق معينة، يعني الاعتراف بأنه منطقة معينة هي تبع الدولة ألف أو الدولة ب. المرحلة التالية هي تحديد الحد بين هذه المناطق، انك تحددها على الخريطه، تعلمها على الارض، على الطبيعه، ديماركيشن، تحطها في العلامات، تبقى في فلانكه حديد يتكتب عليها العلامه رقم 91، العلامه رقم كذا وهكذا، وبالتالي فتنفصل عن الاصل الكتابي. الاصل الكتابي يبقى كمصدر تاريخي لهذه الحدود، ولكن الحدود كما هي مقبولة من الطرفين إذا تجسدت على الأرض بشكل مادي في صورة علامات وكذا تصبح هي الحدود القانونية.